وجرت عادة الناس في الغالب أنهم يكفون الأذى عن الجار، لكن الصبر على أذية الجار هذا الذي يفتقده كثير من الناس. فأغلب الناس يحسنون وأيضا يكفون الأذية، لكن مسألة الصبر على أذية الجار هذا قليل من يفعله، قليل من يفعله. ولذلك من المهم جدا أن تصبر على أذية جارك وأن تحتمل أذيته. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه أن جارا له إسكافي كان إذا عاد وقد اشترى لحما ويعني طعاما ثم يشرب الخمر في الليل، هذا الجار يشرب الخمر في الليل وأبو حنيفة يقوم الليل، قد كان أبو حنيفة مشهورا بقيام الليل وبختم القرآن، وذاك الجار يغني ويقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد رأي، وكان يرفع صوته ويؤذي جاره، يؤذي أبا حنيفة. وفي ليلة من الليالي افتقد أبو حنيفة جاره، افتقد هذا الصوت المؤذي وقد صبر عليه، فسأل فقال قبض عليه الشرط، يعني الشرطة قبضوا عليه، عاد سكرانا فقبضوا عليه، فصلى الفجر ثم ذهب إلى والي الكوفة عيسى ابن موسى وقال له، فلما رأى أبا حنيفة قام إليه وأكرمه وأجلسه بجواره وقال لو دعوتنا أتيناك، كرام العلماء، شوف احترام العلماء كيف، قال لو أنت دعوتنا أو علمنا بأن لك حاجة أتيناك، ما حاجتك؟ قال جاري فلان أخذه الشرط، فأمر بإطلاق سراحه وكل من قبض عليه في تلك الليلة. فلما عاد قال له أبو حنيفة يقول لجاره أضعناك، لأنه كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاع، قال أضعناك؟ قال لا والله ما أضعتني. فتاب إلى الله عز وجل، تاب هذا الجار إلى الله. ولذلك الصبر على أذية الجار مرتبة لا يحسنها إلا من راقب الله عز وجل وأراد ما عنده سبحانه وتعالى.